بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية مرة أخرى بهذه الانطلاقة للشوط الثالث وهذه المنافسة والانطلاقة بالفعل لشوط الجدعان القعدان مسافة 5 كيلومترات كما هي مقررة رسميا من اللجنة المنظمة العليا لهذا السباق. إذن على بركة الله تعالى وتوفيقه هنالك المنافسة والانطلاقة تبدأ مع المراكز الأولى والمتنافسين الذين يتنافسون بهذه المشاركة، والانطلاقة حقيقة للأخوة الذين يتواجدون بهذا الشوط هنالك مع المراكز الأولى، مع المراكز الأولى ومع المقدمة على ما أعتقد شعار سيد أبو ناصر شرف أبو ناصر العبداني اللي يحتل المركز الأول. بالفعل هنالك لمشرف علي العبداني على ما أعتقد صوغان لمشرف بن علي العبداني اللي يحتل المركز الأول يلي مباشرة في ثاني المراكز، وهنالك الفاتن فتان بالفعل فتان تعود ملكيته للسيد فهد بدر لافي العتيبي في ثاني المراكز يلي مباشرة في المركز الثالث. المركز الثالث فريد لحشر بن ظفر الهاجري بيحتل المركز الثالث، نقلتنا إلى رابع المراكز وننتظر صاحب المركز الرابع شعار سيد مشعان بن محمد العتيبي. بالفعل هنالك أيضا يتنافس في رابع المراكز اللي هو الفارس لمشعان بن محمد العتيبي في رابع المراكز. المركز الخامس هنالك أيضا أرس الهود لخميس بن شبيب العجمي اللي يحتل إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام لازلنا نتواصل معكم ومع المتنافسين بهذا الشوط. هنالك أرى أيضا المركز السادس، وهنالك أيضا أرى هناك اللي في المركز السادس حام رقم 3 اللي هو مبهج محمد بن عبد الرحمن العجمي، وأرى أيضا شعار سيد مشعان بن محمد العتيبي هنالك من المشاركين بهذا الشوط وانطلاقته إلى المراكز الأولى. بالفعل على ظهر نشوان لمشعان محمد العتيبي ومرخان سعود بن صلد المطيري أيضا يشارك بهذا. بالفعل في المركز الثامن ننتقل إلى المركز التاسع، ننتظر وياكم صاحب المركز التاسع حامل رقم 19 اللي هو السيف تعود ملكيته شلوان بن نهراز الهاجري في تاسع أو عاشر المراكز. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، هذه نتيجتنا بالوفاء والتمام ومع المقدمة لراشد بن حمود السهلي اللي يحتل المركز الأول وانفرادته إلى المركز الأول. ولكن يا أخوي يا حمود لو تعطينا لو عطيتنا الاسم هناك أيضا مشاهد الأعزاء والله مش واضح مسجل رقم 2 ومسجل رقم 53 والاسم الرقم القعود مش واضح لدينا. هنالك أيضا مشاهد الأعزاء لكن الاتصال الذي أتانا ليقول أن لراشد بن حمود السهلي ولو يوافينا أيضا باسم القعود يا حبذا يوافينا باسم القعود اللي راشد بن حمود السهلي اللي يحتل مرحبا المركز الأول وانطلاقته مع المقدمة. ألا. بالفعل هنالك لازلنا ننتظر. إذا مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الكرام والله لخبطونا الجماعة، اتصال هاتفي وصلنا يقولوا ان القعود لراشد بن حمود السهلي، وايضا وعلى ما اعتقد انه للسيد مشرف بن ناصر العداني. يا جماعه صاحب القعود يعطينا او ياشرنا لصاحب القعود اللي يحتل المركز الاول، وين صاحب القعود يا جماعه؟
اللي يحتل المركز الأول. هنالك لازم نتواصل معك ومع مقدمة الشوط، لكن نذهب مع المركز الثاني، نذهب مع صاحب المركز الثاني. هنالك اللي حشر بن ظفر الهاجري اللي هو فريد يحتل المركز الأول الثاني، وانطلقت مع المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث. يا سلام فتان للسيد فهد بدر الله في العتيبي، رابع المراكز اللي هو مبهج لمحمد عبد الرحمن العجمي في رابع المراكز. المركز الخامس لشلوان، الو لشلوان بالمهراس، بالمهراس الهاجري، وايضا هنالك نشوان لمشعان بن محمد العتيبي، مشاركته ايضا مرخان لسعود بن سند المطيري. لكن نلحق، نلحق مع المقدمة، مع المركز الأول، مع صاحب الصدارة، مع المنفرد. وين اللي ساير هالقعود يا جماعة؟ حد شافه يا جماعة الخير؟ عطونا صاحب مالك صاحب القعود اللي يحتل المركز الأول والذي ينفرد بانطلاقته إلى المراكز الأولى والمتنافس. إذا مشاهدينا الأعزاء، هنالك لازلنا مع الطويل، الطويل. يا سلام لسيد نادر بن فضوة المطيري اللي يحتل المركز الأول وفي صدارته إلى مقدمة الشوط، ابتعاده عن باقي الهجن المشاركة مع بهذا الشوط. يا سلام، هنالك لازال الطويل لنادر بن فضوة المطيري يتربع على عرش هذا الشوط، وبالفعل انطلاقته إلى المراكز الأولى إلى مقدمة الشوط. هنالك لازال يتواصل الطويل لنادر بن فضوة المطيري في أول المراكز في صدارة هذا الشوط، في انطلاقته إلى المقدمة. بالفعل هذه المنافسة المشرفة للأخوة الذين يشاركون بهذا الشوط. يا سلام، لا زال الطويل يتربع على عرش هذا الشوط وهذه المنافسة. يا سلام يا سلام، المركز الثاني، المركز الثاني مبهج أو مرهج محمد بن عبد الرحمن العجمي في ثاني المراكز إلى المقدمة في صدارة هذا الشوط، إلى المقدمة في صدارة هذا الشوط. بالفعل هنالك مرهج ولا مبهج يا جماعة؟ بالفعل لمحمد بن عبد الرحمن العجمي تهانينا وألف مبروك. هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية، إعلانه للفوز، وألف مبروك تهانينا لمحمد بن عبد الرحمن العجمي على الفوز. مرهج في المركز الأول تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني فريد لحسن بن ظفر الهاجر، المركز الثالث الطويل لنادر بن فضل المطير، المركز الرابع لشلوان بن مهراس الهاجر، المركز الخامس لمشعان محمد العتيبي، المركز السادس الحذاف محمد منصور الهاجري، وأيضا فتان لفهد بن الله العتيبي، وأيضا لمشعان محمد العتيبي. إذا مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الكرام، تهانينا محمد بن عبد الرحمن العجمي على فوزه في المركز الأول وحصوله على المركز الأول. تهانينا وألف مبروك، استودعكم الله مع الزميل هادي العجمي.